السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: واقع الصحة في العراق يكشف معاناة المرضى وذويهم بين قذارة المستشفيات وغياب الأجهزة الطبية. في العنوان الثاني: التلوث البيئي في البصرة من حرق مخلفات الغاز الطبيعي إلى انتشار النفايات يساهم بانتشار الأمراض والأوبئة. وكذلك في العنوان الثالث: في كشف فاضح للسياسات الحكومية الخاطئة، العراق يحرق من الغاز 10 أضعاف ما يستورده من إيران. وأيضا ضمن عناويننا: المسؤولون وحمايتهم والميليشيات ومن معهم ينتهكون القانون ويعتدون على المدنيين في وضح النهار بدون رادع. في أولى أخبارنا، في إحدى مستشفيات العراق أهالي الأطفال حديثي الولادة يقومون بعملية الإنعاش الرئوي بأيديهم، وذلك طبعا بسبب غياب التجهيزات الطبية. كنا قد عرضنا في وقت سابق هذه الحوادث عن وفيات كثيرة من الأطفال حديثي الولادة بسبب غياب أجهزة الإنعاش الطبي، وبعد العرض والاستقصاء والبحث في كثير من هذه الأمور والقضايا اتضح أن وزيرة الصحة عديلة حمود قامت بأخذ معظم الأجهزة المعنية بقضية الإنعاش الرئوي لمستشفيات ربما أو جهات خاصة بها، وتركت المستشفيات العامة في العراق التي تعالج العراقيين تركتها بلا أجهزة. فلنشاهد. انظروا إلى هذا المنطق الذي شاهدتم الآن في العراق، في بلد غني بالبترول والمشتقات النفطية والغاز والمعادن وغيرها. الواقع الصحي في العراق بهذه البدائية بهذا الشكل كما لاحظتم. ننتقل إلى جزء آخر من المستشفيات: انتشار النفايات والحشرات الضارة في بعض مستشفيات العراق يكشف أيضا حقيقة الواقع الصحي. فنتابع. والله حال مستشفى اليرموك زين مصفوفه هسه عم حال مستشفى اليرموك مباشر احنا وين بس حال الخبر شو يقولون مع المستشفى خلص 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 مستشفى اليرموك، واحدة من أبرز المستشفيات الموجودة في العاصمة بغداد. هذا هو واقعها. هذه للأسف الشديد وعذرا للكلمة القذارة كما تابعتم، يعني إهمال واضح، لا يوجد اهتمام بواقع المستشفيات وبحال المستشفيات، وبالتالي لا يكون هناك اهتمام بحياة المواطن المريض الذي دخل لهذه المستشفى لكي يعالج. ننتقل إلى قضية أخرى، قضية متعلقة أيضا بالأمراض وبانتشار الأمراض والأوبئة. في محافظة البصرة، وبسبب استمرار حرق مخلفات الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية في مناطق آهلة بالسكان، تنتشر الأمراض طبعا، وكما سنتابع يعني يقول صاحب المقطع بأنه هذه الأمور أدت إلى انتشار السرطان، مرض السرطان بنسب كبيرة طبعا في محافظة البصرة. فلنشاهد. السلام عليكم أخواني، شلونكم؟ زين إن شاء الله. اليوم عندي موضوع كلش مهم جدا طبعا وخطر، يخص حياة الناس. الكثير يتساءلون عن سبب كثرة أمراض السرطان والإصابات بالبصرة بين الشباب والأطفال والنساء. أسباب طبعا كثيرة ما نقدر نعددها، نخليها للمختصين، بس للأسف أي حلول ما جاي توضع الحكومة، أي مراكز تخص علاج هذا المرض الخطير ماكو عندنا بالبصرة. حتى المراكز اللي عندنا تستغيث ماكو دواء، ماكو علاج، ماكو جرعات. للأسف الشديد أسباب السرطان بالبصرة كثيرة، يعني هذا أحد أسباب السرطان في البصرة. محطة غاز النجيبية، محطة الكهرباء الغازية النجيبية تحرق الغاز مالها نص المواطنين،
هذا شارع انا زيد فوت مناني المواطنين محل سكناهم قريب ما يبعد 500 متر عن هذا المكان مننا منطقه الجزيره والفيحاء ومننا هاي منطقه 500 والمعقل. من حرق الغاز الى انتشار النفايات في البصره ايضا موضوع يثير الغضب الشعبي ويقود الى هجوم الناس على السياسيين في المحافظة وفي المحافظات العراقية بشكل عام، وعرضنا كثير من المقاطع وسنستمر بالعرض طالما وجدت هذه الظواهر فنشاهد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبة الطيبين، السلام عليكم أخواني الأعزاء جميعا أينما كنتم. طبعا من هذا المكان نشكر مجلس محافظة ونشكر المحافظة. أنا عندي سؤال، طبعاً إحنا الناشد من بعد مناشدة ماكو، لا تعرفون مناشدة، لا تعرفون إنسانية، لا تعرفون كل شيء ما تعرفون، شنو النام على رؤوسكم؟ ما ندري، وجاتك انتخابات وجاي ترشح للانتخابات. أنا أريد أول شيء أناشد دول هاي العالم جاي تهوش لهاي الناس، لهاي الحرامية. إحنا كل شيء ما عندنا، شارع القائد كل شيء ما بيه، من أول لاين ما بي شيء، طبيتوا علينا بشفلاتكم. وظليتوا تقصون بالشارع، هاي منطقة وهاي منطقة والعالم ساحبة ماي، ساحبة ماي من هذا البور، لأن هاي دور الشرطة بكبرها ما بيها ماي، تسحب ماي منها. أنتم شنو سويتوا؟ شنو سويتوا؟ قطعتوا سوندات العالم، نفس الخيسة صور هنا عقيد ونفس الضيف. شنو سووا؟ سووكم شي إخواني؟ شنو سووا؟ إحنا جايين داعي، جايين داعي هنا محافظة البصرة، أنت العيداني، كذلك مجلس محافظة البصرة، كذلك البلدية البصرة. شنو سويتوا؟ شنو جاي تسوون انتم؟ انتم عديتونا، بس انا احتب علي من على راعي انتخبكم. والله اكون المفروض من عده اللي يشوف صورتكم من صور بعد يشكك هي ملخه. انتم ما تستاهلون واحد ينتخبكم، لانه فقور حراميه بهدلتونا، اذيتونا، بهدلتونا، دمرتوا عوائلنا، قتلنا الضيم، كتلنا طبت الخيشة، طبت الزبالة، طبت الأمور، طبت علينا. شنو ذنبنا احنا؟ شنو بنسوي؟ فأنا جاي أقول هنا شنو سويتوا؟ قصيتوا الشارع وهاي الزبالة ما طبت على بيوتنا. شنو سويتوا؟ شنو سويتوا؟ فهمونا شنو سويتوا؟ خربوا سيد، خربوا ما عمروا. هذا رأي الشارع العراقي بالسياسيين الموجودين حاليا. هذا نموذج من نماذج كثيرة طبعا عرضناها وسنستمر بعرضها. طالما وجد الفساد وطالما وجد النهب والسرقات في البلد، أكيد أو في أي بلد في العالم سيستمر صوت المواطن الذي يعاني بالخروج إلى العلن من أجل كشف الحقائق وتوضيحها. هذا صوت عراقي من الجنوب، هناك أصوات أخرى تصدح في المحافظات الغربية، المحافظات التي دمرت، في العاصمة بغداد، في الشمال. العراق يعاني، العراقيون يعانون وينادون بأن هؤلاء السياسيين الموجودين في السلطة يجب الخلاص منهم لأنهم أساس ما يحدث. طبعاً ننتقل طبعاً بالحديث عن السياسيين. النائب عدنان الجبوري ولكن بقضية متعلقة بالسياسة المتبعة بالدولة بشكل عام، يقول إن العراق يحرق من الغاز الطبيعي 10 أضعاف ما يستورده من إيران، بالإضافة إلى أنه لا يستغل الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية بالشكل المطلوب والذي يخدم المواطن العراقي بشكل عام. فلنستمع. الكلام عن قطاع الغاز والغاز المحرق الحقيقة كلام كارثي ومؤلم جدا لكل من يعرف هذه الوضعية. احنا نستورد الغاز من ايران ونحرق غاز بقد 10 مرات، وممكن ان اذا تحولنا الغاز الى انتاج الكهرباء نوفر حوالي 6 مليارات دولار من ما يحرق من وقود نفط خام، فيول اويل، وزيت الغاز، بالاضافة الى المستورد. يعني قضايا توفر للعراق المليارات وتخدم المجتمع العراقي وتخدم الدولة العراقية وتساهم بإنعاش قطاع الكهرباء الخامد حقيقة والذي لا يتحصل عليه المواطن العراقي أو على الطاقة الكهربائية بالشكل الصحيح المطلوب. لماذا هذا الإهدار؟ لماذا لا توجد سياسة حقيقية توضع من أجل الاستفادة من ثروات هذا البلد، من الغاز الطبيعي ومن النفط ومن غيرها ومن المعادن؟ العراق لا يوجد عليه تقييد أو قيود موضوعة مثل تركيا على سبيل المثال، التي لا تستطيع أن تقوم بعملية التعدين إلا بعد انتهاء معاهدة لوزان. العراق ليست به هذه المشاكل،
لماذا لا يوجد هناك إعمار؟ لماذا لا يوجد هناك تخطيط حقيقي من أجل الاستفادة من قضايا الغاز الطبيعي، البترول وغيرها، وخدمة هذا المجتمع وإعادة بناء هذه الدولة بالشكل الصحيح؟ مجرد إنفاق ومجرد خسارة لمليارات الدولارات بسبب سياسات خاطئة طبعا متبعة. ننتقل من هذه القضايا المتعلقة بالنفايات والمتعلقة بالواقع الاقتصادي، ننتقل إلى قضية أخرى وهي سطوة المسؤول أو تسلط حماية المسؤول أو اعتداءاتهم أو حتى الميليشيات. نبدأ مع أول مقطع بهذا الملف. سيارة أحد المسؤولين تسير بعكس الاتجاه في إحدى شوارع العراق وتتسبب بحادث مروري، بالإضافة إلى أنها لم تتوقف حتى للمدني الذي تضررت سيارته بسبب المسؤول. فنشاهد. نبقى بهذا الملف. حماية النائب عدنان الأسدي تعتدي على أحد المدنيين، مشهد طبعا تكرر كثيرا في العراق وللأسف ما زال يتكرر بسبب التسلط طبعا والغرور والاغترار بالسلطة التي يمتلكها كثير من المسؤولين. فلنشاهد. طبعا الميليشيات الموجودة في العراق يعني تاريخها وحاضرها ومستقبلها كذلك يكشف حقيقتها. أحد عناصر الميليشيات الموجود في إحدى شوارع العراق قام بقطع شارع لمرور السيارات بسبب امتلاكه طبعا للسلاح، لا يستطيع المدني أن يتحدث. طبعا قام بقطع الشارع وهو في حالة سكر، هو مخمور. بعد ذلك يقوم بأمور معيبة طبعا، أن يقوم بخلع ثيابه أمام المارة أمام العلن. فنشاهد. طبعا كما لاحظتم يرتدي زي هذه العناصر الحكومية، عناصر التي تنتمي إلى هذه الدولة. نستمر باعتداءات الميليشيات على المدنيين، على المواطنين، على الطرق الرئيسة، على الشوارع العامة، ولكن هذه المرة هناك اعتداء من عناصر في الحشد الشعبي، وهم يقولون نحن عناصر في الحشد الشعبي، وهم يعتدون على ضابط مرور، ضابط يقوم بأداء واجبه في وضح النهار أمام أنظار الجميع في العراق، يقومون بالاعتداء عليه نظرا لأنه ربما منعهم من المرور، منعهم من كسر الإشارة، ويقومون بالتعدي عليه بحجة نحن أتباع الحشد الشعبي. فلنشاهد. على
طبعا مشاهدينا الكرام للتوضيح قطعنا من هذا المقطع ألفاظ فيها تجاوز على فيها كفر طبعا فيها تجاوز على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل مؤسف للغاية من هذه العناصر التي تقول نحن نتبع للحشد الشعبي. السؤال لماذا تستغل السلطة في العراق بهذا الشكل بالنسبة للمسؤول الذي لا يكترث لحياة المدني عندما يسير بعكس الاتجاه أو عندما يسخر حمايته من أجل الاعتداء على أحد المارة أو على أحد أصحاب السيارات إن ضايقه بطريقة معينة؟ والنقطة الأخرى كيف وصل الحشد الشعبي إلى هذا المستوى بأنه أصبح لا يكترث بأي شيء، لا يكترث للقانون، لا يكترث للنظام؟ هل هذه كانت الفتوى التي خرجت كانت تدعو إلى هذا الأمر؟ هل أرادت الدولة أن يصبح الحشد الشعبي بهذا المستوى من التعدي على العناصر الأمنية؟ ضابط المرور هو عنصر حكومي تابع لهذه الدولة، هل الأمر يسير بهذا الشكل؟ لماذا سار الموضوع بهذه الطريقة وأصبحت هذه العناصر تقول بأن أنا الحشد الشعبي وبذلك تصبح أقوى وأعلى سلطة من سلطة القوات الحكومية كانت جيش أو شرطة؟ سنكمل هذا الحديث بهذه القضية تحديدا ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. حامد الجزائري وهو آمر لواء الثامن عشر في الحشد الشعبي التابع لسرايا الخراساني إحدى الميليشيات ذات الولاء الإيراني في قاطع ديالة معسكر الخالص تجاوز على 14 عنصر من فوج الخالص ومن ضمنهم اثنان من أهالي العمارة بالإهانة والشتم. طبعا هذا النص الذي أقرأه الآن هو حسب ما ورد على الصور التي سنعرضها لحضراتكم، بالإهانة والشتم والضرب والتعدي عليهم وتكسير العظام وسلب رواتب العناصر وكذلك هواتفهم بسبب وجود عداوات شخصية بين حامد الجزائري أحد زعماء الميليشيات وبين آمر فوج الخالص وهو يعني ضابط في الجيش تابع للدولة. فنشاهد الصور كما تلاحظون هذه العناصر التي تم الاعتداء عليها جاءت الميليشيات إلى المعسكر وقامت بالاعتداء على العناصر كما ذكرت 14 عنصرا تم الاعتداء عليهم بالضرب بالشتم بسرقة هواتفهم وسلب رواتبهم. عناصر في الجيش في القوات الحكومية. إذن هنا يمكن أن نقول بأنه هذه الميليشيات اعتبرت نفسها أو أصبحت تعتبر نفسها بأنها أعلى سلطة وقوة من الجيش ومن الشرطة ومن القوات الحكومية. فنتابع التعليقات التي جاءت في موقع فيسبوك تحديدا على هذه الصور وهذا الموضوع. أمير العتاب يقول الخراساني هي إيرانية، ما تقول لي يا العبادي ليش ساكت عنهم، مكاف احتلال. في تعليق آخر عادل يقول خلي المرجعية شوف شلون قادة الحشد مستهترين. رسالة توجه إلى المرجعية صاحبة الفضل في إخراج شيء يسمى الحشد الشعبي. أيضا شهاب يقول أخي والله العظيم أقول لك شيء، من أعطى شرعية على انتخاب حكومة القتل هي المراجع والدليل كان حست وحذرتنا منهم فسقطت شرعية تلك المراجع. في تعليق آخر عقيل يقول هو هذا يقول إذا صارت حرب بين العراق وإيران يصير مع الجمهورية الإسلامية ضد العراق، تردون يحب الناس. طبعا يصرحون قادة الميليشيا دائما بهذا التصريح. محمد الحجامي يقول يا أخي هذه جريمة حالية بالعراق لأن ولاء هذا الشخص مو للبلد أمثاله يجب أن يطرد من العراق. وآخر التعليقات لدينا بهذا الصدد صباح يقول عمي يا مرجعية يا رئيس الوزراء ياهو اللي يسمعك، الأوادم ملتهية بالبوق والانتخابات، بيك زود نفه لذراعك وخذ ثارك. هكذا يرى بأنه لا أحد يكترث للواقع الذي يعيشه المواطن العراقي، إن كان المواطن يريد الحرية عليه أن يأخذها بيده. نراكم بعد قليل. في فقرة الهاشتاج طبعا أحداث في الأحواز في طبعا إيران، هناك اعتداءات من الشرطة الإيرانية والجيش وغيرها على المتظاهرين الأحوازيين الذين يطالبون باستقلاليتهم، يطالبون بحريتهم، يطالبون بخلاصهم من الطغمة الإيرانية الموجودة.
انتشر الوسم بعنوان أنا عربي أحوازي. فنتابع التغريدات التي جاءت على موقع تويتر. أسعد يقول: كل عربي حر شريف معكم يا إخواننا عرب الأحواز، لن يطول الليل عليكم، أنتم أصحاب قضية عادلة وستنتصرون بعون الله. في تغريدة أخرى محمد يقول: يا أهل الأحواز أنتم إخوتنا ونتمنى أن نلقاكم قريبا بإذن الله في الأحواز. وأيضا ضمن التعليقات فلاح يقول: الأحواز عربية عربية عربية، تاريخا وحضارة، عرقا ودينا، عادات وتقاليد، العربي لا يرضى الذل ولا يخضع للهوان، عاش شامخا وسيظل كذلك. وآخر التغريدات لدينا يزيد سليمان العنزي يقول: الأهواز عربية بكل أهلها، لغتها، أرضها، سماءها، حتى الهواء الذي يتنفسونه عربي، لكن ينقصهم شيء واحد هو الدعم العربي ليرجع الأهواز عربيا بحق وحقية. طبعا هناك حقيقة من يرى بأن قضية الأحواز قضية مهمشة، قضية ليس لا يسلط الضوء عليها نظرا لربما سياسات دولية رائد أو يعني راغبة بهذا الأمر أن يتم. عموما يعني هذه التغريدات التي تابعتم، هناك الكثير طبعا، ولكن دائما نأتي بالمختصر نظرا لضيق الوقت ولا توجد مساحة للأسف الشديد. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. فقرة بعد الهاشتاج، مواضيع متنوعة نعرضها لحضراتكم. أول مقطع لدينا وهو قضية سقوط القمر الصناعي الصيني تيانغ يونغ واحد، فنشاهد. ونتابع مع حضراتكم الآن قضية النفوذ الإيراني والتوسع الإيراني في العراق، فلنشاهد.
وفي الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.